ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله بعثه بالحق المبين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام المباركة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة ما كان يخطر بالبال أن أكون بينكم في هذا الوقت بالذات، لكن أشواق المحبة دفعتنا إلى أن نطير إليكم لنقضي أياما بينكم ونتزود بالإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، ألا فجددوه بملاقاة بعضكم بعضا. وخاصة إذا كان هذا اللقاء يقوم على أساس من الحب في الله والتقوى وتجديد الإيمان، فليس لنا من هدف في هذه الزيارة على الإطلاق إلا الشوق إليكم والشوق للجلوس إلى هذه المجالس وهذه الوجوه النيرة الطيبة التي نرى فيها نور الإيمان ونرى فيها نور الصدق والإخلاص ونور المحبة. فنحن بينكم، أي بين أهلنا وذوينا، بين مجتمعنا، بين أناس تجمعنا بهم وشائر القربة والمحبة والإيمان والتقوى، فما أفضل، فلا يوجد أفضل من هذه الأماكن. وبما أن لا محالة لدينا من الوقت قبل العودة إلى العمل في إجازة طويلة، ارتأينا أن نقدم إليكم ونقبل عليكم لنقضي هذه الأيام ونأخذ من النفحات الإيمانية بين ظهرانيه. في الحقيقة لا أعطيكم علما، فإن الإخوة الموجودين في هذا المكان يزودونكم من المعلومات ومن المعارف ما يأخذ منه المؤمن زاده إن شاء الله تعالى. لكن إذا قلنا كلمة فإنما هي تذكير لأنفسنا قبل كل شيء، وتذكير لإخواننا من باب قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول المولى عز وجل في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. في الحقيقة المرآة التي ننظر فيها أنفسنا إنما هي كتاب الله سبحانه وتعالى، هو مرجعنا وهو دستورنا وهو النبع الدافع الذي نأخذ منه لديننا ودنيانا وآخرتنا، فإليه المرجع ومنه المأخذ وعند حدوده الوقوف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الرجال بالقرآن الكريم، كان منهجه الوحيد
أو الأوحد إن شئنا في تربية الرجال إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه ينبع بالحكمة والموعظة الحسنة والعبرة، وينبع بالحق الذي لا باطل فيه، فهو معين ومنبع دافق ثري كوثر لا تنضب حكمه ولا تنضب خيراته. فمن أراد الخير لنفسه فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وترتيلا، فقها وفهما، تصورا واعتقادا وتطبيقا في واقع حياته. الله سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده وهو غني عنه، فينادي المؤمنين بما ينسبهم إليه: يا أيها الذين آمنوا. وفي بعض المواقف وفي بعض الآيات: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. عبادي، النسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني قل للذين أرضى عنهم وأرضى لهم الإسلام: يا أيها الذين آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا وبالقرآن دستورا، الذين ارتضيتم الإسلام فارتضاكم الله سبحانه وتعالى، الذين رضيتم عن ربكم ورضي عنكم ربكم. وفي الحقيقة من أعظم الأوسمة التي يعتز بها الإنسان هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. كل مرضاة في هذه الحياة الدنيا زائلة ومنتهية وقصيرة إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى التي ترتبط بالإنسان في الدنيا وفي قبره ويوم الأحشر ويوم المحشر وفي الجنة إن شاء الله تعالى. فخير ما يسعى إليه الإنسان إنما هو ذلك الوسام، وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يربي عباده المؤمنين، أولئك الذين أصبحت لهم آذان واعية وأبصار مبصرة وعقول فاهمة ومدركة وقلوب تستوعب وتستقبل، الذين إن نادى الله تعالى استجابوا لذلك النداء، تفتحت فيهم ينابيع العلم، تفتحت فيهم ينابيع المعرفة، وتفتحت قلوبهم إلى سبحانه وتعالى، يناديهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. مثل الولد، ولله المثل الأعلى، عندما يناديه أبوه بخير الأسماء ويمدحه بخير الصفات، عندما الولد ينادي الأب ينادي ابنه: يا ولدي. وكلمة ولدي لها وقع كبير جدا، يا ولدي ويا ابني وابنتي، لها وقع كبير جدا في قلب ذلك المنادى. كذلك عندما ينادي الابن أباه: يا أبي، مش يا شايب ولا يا حاج، لا أبدا، يا أبي، فهي كلمة غالية لا تعوضها كلمة أخرى أبدا. فعندما ينادي الابن أباه: يا أبي، فالأب يشعر بوقع كبير جدا واعتزاز وافتخار بهذه التسمية وبهذا النداء. فما بالك والله سبحانه وتعالى يناديك: يا مؤمن بي، يا من آمنت بي وارتضيتني ربا فقد ارتضيتك عبدا لي، تعال أربيك وأعلمك وأنشئك نشأة صحيحة لأحميك يوم القيامة من النار والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله سبحانه وتعالى يدعونا بكتابه العزيز وقرآنه الكريم أن نحمي أنفسنا من النار. أولا نحمي أنفسنا من النار، والنار ناران أو أكثر من نارين والعياذ بالله: نار الدنيا تتلوها نار القبر وتنتهي إلى نار الآخرة والعياذ بالله، نار جهنم. أما نار الدنيا هي نار الكفر والعياذ بالله، ذلك الذي يعيش
بعيدا عن رحاب الله فهو في ظلمة. الذي يعيش بعيدا عن ولاية الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني الذين كفروا في ظلمات، ظلمات في القلوب، وظلمات في النفوس، وظلمات في العقول، وظلمات في الجوارح والتصرفات. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا، ولم يقل ولي الإنسان عموما، قال ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات الكفر، ظلمات المعصية، ظلمات الشقاء في هذه الحياة الدنيا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نحمي أنفسنا قبل فوات الأوان. يا إخوتي الكرام، هذه الحياة الدنيا وقتها قصير، والأعمار قصيرة، والأزمان متسارعة، وأنتم ترون كيف أن الموت يلف الإنسان لفا، لا اعتبار لكبير أو صغير، لمريض أو صحيح، لرجل أو امرأة، لمسلم أو لكافر. فالذكي العاقل هو الذي يحمي نفسه ويأخذها بالجد، ويأخذها بالجد قبل أن يفوت عليه الأوان، قبل أن يأتي يوم يقول فيه ربي أرجعون، رجعني يا ربي للدنيا لأصلي، رجعني يا ربي لأحياء نفسي. قل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا احمي نفسك يا أخي. كيف تحمي نفسك؟ تحمي نفسك بأن تعرف ربك وتؤمن به وتقتنع قناعة صحيحة أن الطريق الصحيح الموصل إلى السعادة في الدنيا قبل الآخرة إنما هو طريق الله سبحانه وتعالى. ويحذرنا الله سبحانه وتعالى ويقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كيف نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ أظلمت قلوبهم ونفوسهم عن الله، وكل بدن وكل قلب وكل فؤاد ليس فيه حب لله تعالى ويمضيه فهي نفس مظلمة، نفس مغفرة، نفس جدباء. وبالتالي تضيق الحياة على الإنسان الذي يعيش في ظلمة وظلام. وإذا أراد الإنسان أن يكون في سعة فلابد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لابد أن يؤمن به كما يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا أردتم أن أذكركم في الدنيا وفي الآخرة فاذكروني، فاذكروني أذكركم. الله تعالى يعلمنا كيف نحمي أنفسنا من نار وقودها الناس والحجارة. إذن المؤمن بالله سبحانه وتعالى علما وفقها وفهما وسلوكا هذا يعيش في نور، في قلبه نور وفي عقله نور. ومن كان في قلبه نور وفي عقله نور فالجوارح لابد أن تتحرك بناء على ذلك النور بهداية من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فلا تقع في الخطأ ولا تقع في الزلل. وهذا ما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما روي عن ربه تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي كنت عينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها. وكيف لعين ترى بنور الله وأذن يسمع بتأييد الله ويد تتحرك ورجل تتحرك بإرادة الله وتوفيقه أن تقع في الباطل أو أن ترتكب المظالم؟
إن هذا الإنسان يصدر من نور في داخله ومن توفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله لم يذكروه وأعرضوا عن دينه وغرتهم الحياة الدنيا، غرهم المال وغرهم البنون، فتنكروا لله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم. وأنساهم أنفسهم يعني أصبح الإنسان لا يفكر في مصلحة نفسه الآجلة العاجلة والآجلة. فإن الذي يفكر في نفسه ومصلحتها يسعى إلى سعادتها. وهل يمكن الإنسان أن يتذوق معنى السعادة وهو في ظلمات فوقها ظلمات، وهو من كفر إلى كفر، أو هو من معصية إلى معصية؟ لا يغرنك تزويق أولئك الكفار أو أولئك الذين يعصون الله سبحانه وتعالى من الخارج، فإن بداخله من الشقاوة ومن التعاسة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بينما ذلك المؤمن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى اطمأنت قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا أصيب بمصيبة استرجع فأنزل الله تعالى في قلبه السكينة والصبر والسلوان. وهكذا يجد المسلم نفسه في نور الله سبحانه وتعالى يحميه ويحفظه من كل انزلاق. هذا المؤمن الذي لم ينس الله تعالى لا ينسه الله تعالى نفسه في هذه الدنيا. فيعيش الإنسان في هذه الدنيا مؤمنا رضيا سعيدا بالقليل، شاكرا عند الكثير، صابرا عند المصيبة. هذه هي قمة السعادة التي يسعى بها يسعى إليها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ومنها ينتقل لسعادة أخروية في جنة النعيم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا المؤمن الذي حفظ نفسه من النار، وقى نفسه من النار، لن يطعمها من حرام، قبل أن يلقي لقمة في فمه يدرك هل هذه اللقمة ستكون سبب سعادة له أو سبب تعاسة له. ومن هنا نرى المؤمن يقبل على الحلال ويحجم عن الحرام، وبالتالي قد حفظ نفسه في هذه الدنيا قبل أن تأتي الآخرة ويلقى ربه وراضي مرضي عليه مرضي عنه. ومن هنا فالمؤمن، ولذلك جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت لا تطهره إلى النار. لما يعرف الإنسان أن المال الحرام الذي به يغذي بدنه سيكون له سببا في نار جهنم والعياذ بالله، سوف يبتعد عن هذا الحرام ويتحرى الحلال ليحمي نفسه في هذه الدنيا. وحماية الإنسان لنفسه في الدنيا هو حماية لها يوم القيامة إن شاء الله تعالى. المؤمن إذا استطاع أن يحمي نفسه لا يصعب عليه أن يحمي زوجته وأن يحمي أبناءه وأن يحمي أرحامه وأن يحمي أقاربه إذا خلصت النية وصلبت العزيمة. فالمؤمن أيها الإخوة لما يدرك أن النجاة تكمن في طريق الله سبحانه وتعالى ويرضاه لنفسه، هل يرضى لأبنائه غير ذلك؟ قطعا لا، سيجاهد إلى حماية أبنائه كما يحمي أبناءه في الدنيا من الجوع ومن العطش ومن البلاء، سيسعى أن يحميه من النار يوم القيامة، وبالتالي سيوفرهم أسباب السعادة في هذه الدنيا، هذه السعادة التي هي المفضية إلى السعادة يوم القيامة. فسيهتم بهم ويطعمهم من حلال ويعلمهم دينهم ويسعى إلى تربية التربية الصحيحة التي تخرجهم في يوم من الأيام رجالا أقوياء، رجالا يمتلكون من مقومات السعادة ما يؤهلهم أن يكونوا عناصر فاعلين في هذه الحياة الدنيا، ويكونوا كذلك منتصرين عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن هنا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فلا يمكن أن يكون الإنسان سعيدا في نفسه وشقيا في أهله على الإطلاق. فالسعيد في نفسه هو الذي ينضح بسعادته على أهله فيربيهم ويحبهم ويسعى بكل ما لديه أن يوفر لهم أسباب السعادة الصحيحة في الدنيا وأسباب النجاة من النار يوم القيامة.
وبالتالي يكون قد استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى ولنداء الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا إخوتي الكرام، إذا كانت الدنيا في النار في هذه الدنيا وقودها الحطب والشرر ووقودها يعني من المواد الكيميائية وغيرها، ونراها إذا جاءت على 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 الشيء لم تبقي منه ولا تذر، فما بالنا بنار يوم القيامة التي هي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، وعليها هذه النار عليها ملائكة غلاظ يطبقون أمر الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه في أمر على الإطلاق. بعد هذه الآية يأتي قوله تعالى تخويفا للمؤمنين، وحتى يحزموا من أنفسهم ويسعوا نحو السعادة ويحذروا من النار: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الذين كفروا شركا وجحودا وإلحادا، والذين كفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى فجحدوها، أعطاهم الله تعالى من البنين فلم يحسنوا تربيتهم أو لم يقوموا على تربيتهم التربية الصحيحة، هذا كفر وجحود. كذلك في أموالهم الله سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الرزق من الحلال فهم ابتغوه من الحرام. كذلك في كل ما يملكون في هذه الدنيا، إذا لم يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى على ما آتاه في الدنيا فقد كفر بأنعم الله سبحانه وتعالى. والكفر كفران: كفر جحود وكفر نعمة. فمن كفر بنعم الله سبحانه وتعالى فلم يصلي ولم يشكر، ومن كفر بنعمة الله تعالى في المال فلم يزكي من ماله ولم ينفق ماله فيما يحميه في الدنيا والآخرة، والذي كفر في أولاده فلم يربيه التربية الصحيحة، والذي كفر في صحته وشبابه ولم يوظفه التوظيف الصحيح ولم يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر ونكران لأنعم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كلمة الكفر تشمل المشرك والكافر في الملة، وتشمل ذلك الذي يقبل على المعاصي دون أن يلقي لله سبحانه وتعالى بال ودون أن يخاف من يوم القيامة فيموت على تلك المعصية مكانه ما هو، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. المشركون والكفار والجاحدون سيعتذرون، كما قلنا في قوله تعالى: كذلك يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة. أولئك الذين تركوا الصلاة في الدنيا يقولون: يا ربي دعنا نصلي، فيقال لهم من طرف الملائكة في المال الأعلى: لا صلاة في الآخرة، إنما الصلاة في الدنيا. فيقولون: ربي يرجعون، يقول: كلا لا رجوع إليها، فإن الإنسان لا يعود من الآخرة إلى الدنيا كما لا يعود اللبن إلى ضرع الناقة. ومن هنا لابد أن يحذر الإنسان ويحتاط لنفسه حتى لا يفاجأ بذلك الاستجواب يوم القيامة. إذن: يا أيها الذين كفروا جاءت مباشرة بعد يا أيها الذين أمنوا، فيها نوع من الجرس ونوع من الإيقاع التي يحذر المؤمن وينبه الغافل من الوقوع في الكفر ومن الوقوع في النار قبل أن يقع في النار وقبل أن يقع في الكفر وقبل أن يقع في المعصية. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم يعود النداء إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة يا إخوان تأتي بعد ارتكاب المعصية، والسيئات والمعاصي كبيرة وكبير وصغير، ولا يمكن الإنسان أن يقول: أنا لا أرتكب معصية. لا، كلنا خطأون، كلنا نرتكب المعاصي، كلنا نسعى وراء الشهوات، لكن الله سبحانه وتعالى وبرحمته فتح لنا باب الخير وباب التوبة وجعلها طريقا للانعتاق بعد الارتكاس. والله سبحانه وتعالى يقول في آية من آل عمران: وسارعوا، دائما يخاطب المؤمنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لا محالة، الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للمؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم يقل الفاسقين، لم يقل للمسلمين، قال: أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ فهموني جيدا،
المتقون قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا، عفوا الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه نقطة مهمة جدا. ولا يمكن أن ينفق في سبيل الله من مال خبيث، لابد أن تطيب مالك حتى تنفق من ذلك المال فيتقبل منك ذلك الإنفاق. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذه نقطة مهمة إخواني، والتي ما زال المسلمون يعانون منها معاناة شديدة، حيث أننا نرى أناسا يصلون ويصومون ويحجون وقلوبهم مليئة بالضغينة على إخوانهم المسلمين أو على أحد من أقارباتهم أو ما شابه ذلك، إذن هذا خرج من هذا الإكرام الإلهي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فعلوا فاحشة يعني فعل الفاحشة ليس مستحيل من الإنسان، ممكن أن ينزلق الإنسان، يمكن أن يخطئ الإنسان فيسقط في فاحشة من الفواحش، في خاتم الأخطاء، قد يأكل أموال اليتامى، قد يأكل الربا، قد يأكل الحرام، قد يتعدى على جاره بلفظ أو بعمل أو إذن، والذين يعني يمكن أن يرتكب فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصي، هؤلاء إذا فعلوا هذا لم تنسد أمامهم أبواب الرحمة على الإطلاق، بل جاء الأمر التوضيح الإلهي قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني وقع في أخطاء وارتكب بعض المعاصي لكنه سارع إلى الله سبحانه وتعالى، عاد إلى الله تعالى كما قال في آية أخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى ذلك المخطئ الذي تعامل بالحرام ويغش ويأكل أموال الآخرين ويتعدى أو ترك الصلاة أو شرب الخمر، إذا ذكر بأنك لست في الطريق الصحيح وأنك ستواجه يوم من الأيام جزاء ما تفعل، إذا ذكر عاد بسرعة، إذا عاد بسرعة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى سيجد الله توابا رحيما. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحدثون لكل معصية توبة، حتى للصغيرة، حتى للكلمة التي نقولها أحيانا وهي صغيرة يحدثون لها توبة، أي يعتقدون التوبة منها ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر ربي 70 مرة في اليوم، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر وما هي ذنوب الله عليه الصلاة والسلام. إنما يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن باب التوبة مفتوح وباب الغفران مفتوح، إذا سارع وعاد الإنسان وتدارك أمره قبل أن يفوته الأوان وقدم إلى الله سبحانه وتعالى وكفر عن سيئاته، ذلك سيدخل ضمن أولئك المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، وسيكون من الذين ينالون جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهنا نقف وقفة صغيرة عند التوبة النصوحة. التوبة النصوحة يا إخواني الكرام هي التوبة التي تجعل الإنسان يكره كل ما مضى من فعله الذي فعله وفيه غضب الله سبحانه وتعالى، يمشه يكرهه ويتمنى ألا يعيد تكراره. أما الذي يقول تبت وصل وصام ثم من حين آخر يسترجع ما كان يفعل ويعتز ويحسرع على تلك الأيام، مش كنا نعمل مش كنا نديره، هذه توبة ليست نصوحة، هذه التوبة لا تضمن لك الحماية من العذاب يوم القيامة. فإن المؤمن إذا ذكر ذنوبه انهمرت عيناه بالدموع رهبا ورغبا، رهبا من عذاب الله ورغبا في رحمة الله وجنته.
توبوا. لذلك قال توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم، وعسى هنا للتأكيد أي كي، مش من شك، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والسيئات كما قلنا تشمل سيئة الكفر والشرك وتشمل سيئة المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة من شرك، ومن كسب سيئة من كبيرة كعقوق الوالدين مثلا، كقطع الرحم، هذه من الكبائر، كأكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها من السيئات، وترك الصلاة لا محالة، وترك الفريضة، هذه كلها من الكبائر التي توبق صاحبها في النار. ومن هنا قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية جاءت بعد قول تعالى في سورة البقرة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة، لأن أناسا كثيرين يقولون نفعل ما نشاء وأمامنا رب غفور رحيم، ويتواكلون ويتكئون على مغفرة الله سبحانه وتعالى وعلى غفران سبحانه وتعالى دون أن يقدموا عملا. والقرآن يجيبهم ويبين لهم: لا، هذا اعتقاد خاطئ وهذا اعتقاد مركز. الصحيح: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن هنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم. شوفوا نتيجة، شوفوا المهر اللي تقدمه أنت، إيش يجيب لك؟ قدمت مهرا، ما هو هذا المهر؟ هو التوبة النصوح. ماذا جنيت؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم القيامة النبي والمؤمنون لا يخزيهم الله تعالى، يعني يستثنى من؟ أولئك الذين كفروا، أولئك الذين جحدوا، أولئك الذين قضوا حياتهم في الموبقات والمعاصي وتنكروا لله سبحانه وتعالى وتركوا فرائضهم، مستثنون من أولئك الذين يرحم الله سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قلنا نحن أيها المؤمنون، المؤمن بالله سبحانه وتعالى، التقي لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، إنما هذه التقوى لم تأتي من فراغ. نور في القلب، ونور في البصر، ونور في السمع، ونور في العقل، وبالتالي نور في الأعضاء. فترى على وجه المؤمن نورا، تعرف أن هذا النور لم يأتي من فراغ، إنما هو بداخله نور فرشح عليه نور. وهكذا كل إناء بما فيه يرشح، ورشح القلوب سلوك يعيش الإنسان ويره الناس على وجه هذه البسيطة. يوم لا يخزي الله الذين آمنوا، رسول النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون يوم القيامة: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ايش معناها أتمم لنا نورنا؟ ربنا غفرت لنا وتكرمت علينا بالجنة بفضلك الواسع، لكن ندعوك أن تزيدنا درجة أخرى، نرتقي بها إلى جنة أخرى، والجنة درجات. يقول ربنا: أتمم لنا نورنا، أكمل لنا نورنا، زدنا درجات في الجنة. فسيكون الجواب لمحال الله سبحانه وتعالى الكريم بأن يرفع درجاتهم يوم القيامة ويقربهم عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذه الآيات الكريمات، في هذه الآيات البينات، نستقي غذاءنا، غذاء العقول وغذاء القلوب. وإذا استقينا غذاء العقول وغذاء القلوب رشحت أعمال صالحة. ومن هنا لا يمكن أن نكون صالحين ولا يمكن أن نكون أتقياء ونحن نقرأ القرآن ولا نعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن نسمع آيات الله تتلى ونعلم أنه بخلاف ذلك. فلا بد أن يتوافق عمل الإنسان مع اعتقاد الإنسان، وبالتالي يكون في قلبه نور
وفي جوارحه نور. ومن هنا أيها الإخوة الكرام نرى أقل الناس وقوعا في الخطأ هم الصالحون والأتقياء، وإن أخطأوا فأخطأوا صغيرة جدا، وأكثر الناس وقوعا في الأخطاء وأكثر الناس ارتكاسا في المنكرات هم الجاهلون، هم الذين لم يعرفوا دين الله سبحانه وتعالى، هم الذين لم يستجيبوا لداعي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الصلاح والتقوى عنصر سعادة للفرد، وعنصر سعادة للأبناء والأهل، وعنصر سعادة للمجتمع. وبهذا استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبني أمة متكاملة وأمة متعاونة، حتى قيل فيهم في أولئك الصحابة الكرام إنهم ملائكة الأرض، كأنهم ملائكة الله تعالى يمشون على أرضه. وإذا بذلك المجتمع النظيف الطاهر تغيب منه الموبقات، وتغيب منه الخصومات، وتغيب عنه الكبائر، ويغيب عنه الشيطان، ويحضر المؤمنون ويسعدون سعادة بها استطاعوا أن يبنوا أمة عزيزة، وأن يوصلوا الإسلام إلى أصقاع الأرض. ومن هنا أيها الإخوة الكرام نعيد ونقول لابد أن نحمي أنفسنا قبل فوات الأوان، ما زال الوقت أمامنا. وأقول لهذا النداء لكبار السن وللصغار للرجال وللنساء، فالوقت أمامهم ما داموا على قيد هذه الحياة، ما دامت عينهم تذرف بهذه الحياة، فما زال الأمر أمامهم، فليتداركوا أنفسهم وليقبلوا على ربي سبحانه وتعالى، وليقدموا من دنياهم إلى آخرتهم، وليقدموا من شبابهم إلى هرمهم، ومن فراغهم إلى انشغالهم، ومن صحتهم إلى مرضهم، ليجدوا رصيدا يقابلون به الله يوم القيامة، ويجدون أنفسهم أمام ملائكة الرضوان يقودونهم زمرا إلى جنات عرضها السماوات والأرض، وبذلك يكونون قد حققوا سعادة في هذه الدنيا وسعادة يوم القيامة، وهي السعادة الأبدية التي لا موت بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.